حمص المنازل بحي بابا عمر 6/11/2011 هدية الدكتور بشار الأسد للجامعة العربية. هذا منزل كان مسكون يعني وقاعد فيه العالم، وفجأة تم إطلاق النار من كل الجوانب وكل الاتجاهات. تم إطلاق النار من كل الجوانب، ما تم بلور بالدار ولا تم محيط، وتم إصابة 3 من أصحاب البيت أطفال، تم إصابة 3. هاي إصلاحاته لبشار الأسد اللي عم يقعد فيها العالم. هاي رصاصة أجدع مسكت الباب. طارت المسكة وإجت على وجه ولد صغير، الحمد لله بس الله نفذه. كل الشبابيك الحمد لله ما مفرين ولا شباك. حي بابا عمر عم يتعرض لقصف، صلوا من يوم الأربعاء. هاي الإصلاحات اللي بشار الأسد عم يعيد في الجامعة العربية، خلى دول العالم كلها تشوف الإصلاحات تبعت بشار. وهلا راح نسمعكم صوت إطلاق النار ونحن عم نصور والعالم عم ترقد بالشارع. الأطفال كانت نايمة بالأرض، تم اختراق طلقات من فوق راسهم. حمص حي بابا عمر. هاي صهريج سيارة شحن، هاي السيارة من مندسي، تم إطلاق النار وإشعالها. وهاي السيارة من المدسين. هاي إصلاحاتك يا بشار الأسد اللي عم تقعد فيها العالم والجامعة العربية. خلوا السيد نبيل العربي يجي يتفرج. شو ذنب أصحاب الدار؟ ذنب إنهم سوريين. نحن بانتظار المزيد طبعا من اصلاحات بشار الاسد اللي عم يعيد فيه العالم. حتى البراده ما سمي منك يا بشار البراده.